مرحبا، معكم علاء شهيب من ومضة، وراح نحكي اليوم مع فارس زاهر من يام سافر. مرحبا فارس. هلا، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال، انت كيف؟ تمام. خبرنا كيف بلشت فكرة يام سافر، وامتى بلشت تبنيها، وقد ايه اخذت وقت لحتى تطلع؟ احنا تلاقينا بالفكرة آخر شهر 3 السنة الماضية. أولها كانت فكرة كنا نسمي الموقع تاني إكسبريس، فكان الفكرة إن نطلع ناس من دول عربية بس على لاتين، على شرم الشيخ وطابة. مع الثورة بمصر وهي الأشياء، السياحة كمدعم مش بزيادة يعني بهاي المنطقة، غيرنا شوي بس شوي شوي، زدنا كمان دول زدنا الأردن وفلسطين ولبنان. وهلا احنا عاملين موجودين الموديل اللي هو مختلف جدا عن الفكره الاساسيه، اللي هي اللي هو احنا هلا بالتارجتنج كل الريجن تبع بالشرق الاوسط، يعني اي واحد رايح من الدول العربيه واحد للدول العربيه الثانيه. الموقع حتى طلعنا اول شيء بايلوت فيرجن شهر 9 2011، والموقع هلا انتم فيرجن عمليا خلصت بشهر 1 السنه. وكيف قدرتوا تحصلوا على أسعار أرخص من غير منافسينكم؟ الشيء اللي يميزنا عن غيرنا انه بنعمل اوتيلات، علاقات مباشره مع الاوتيلات، يعني ما بنشبك على جلوبال ديستريبيوشن سيستم او على شركات اكسبورت اسعار من عندنا، احنا بنزيد عليهم المارجن تبعنا. احنا بنشبك عندنا شبكه مباشره مع الفندق والمارجن تبعنا قلال، فاحنا هيك بنقدر نصفي المسعر على الزبون أرضي كثير من أسعار المنافسة. لاحظت ارتفاع بنسبة المبيعات، وكيف هو التوجه السوق تبعكم؟ إحنا مبدئيا كان توجه السوق تبعنا للعرب 48 فلسطيني 48، لأن أكثر من العودين إنه يشتروا أشياء أونلاين، فكان البايلوت ممتاز معاه. عرفنا احنا شوي عملنا شوية كاستمر اكوزيشن بالضفة الغربية، وإن شاء الله بالأردن عملنا كاستمر اكوزيشن بالأردن خلال الشهر شهرين الجايين كمان الأردن. كان في تريك استعملناه عشان نجذب الفيرست تايم كاستمرز كثير كان حلو، هو احنا زي بنجمع تيكتس لكونسرت او ايفنت حدث فني ممكن يكون مع ليلة بفندق قريب على الايفنت، فبنجمع هذول مع بعض طبعا بنخفض سعر على الزبون. في كثير ناس بيطلعوا من مدينة لمدينة عشان يحضروا الايفنت، فهي صارت زي ون ستوب شوب الهم، بيقدروا يروحوا تيكت مع الاوتيل تبعهم بسعر واطي، فهي كانت تجربة ممتازة اللي كسبنا فيها كثير زباين في ستار بس. وصعب عليكم انه توصلوا لبرات رام الله؟ لا، هاي احد حسنات الانترنت، يعني انه احنا بنقدر نوصل لاي حدا بالعالم العربي بدون ما، طبعا احنا عندنا بتعرف الاحتلال صعب علينا نطلع وهيك، بس عبر الانترنت يعني نقدر نوصل لاي حدا، بنقدر نبيع حدا من السعوديه غرفه بفندق بعمان يعني واحنا موجودين معه، فهذا ادفانتج يعني بالانترنت، ما عندناش مشكله نوصلنا في كل العالم العربي. طبعا لوكالايز يعني الاشياء زي الكاستمر سبورت وهاي الاشياء نعملها شوي اكثر لوكال عشان الزبون يحس مرتاح اكثر. بالنسبة للبيئة تبعكم، هل لقيتوا في دعم ليا مسافر؟ البيئه هون شوي يعني هلا بلشوا الناس يعملوا ستارت ابس، ويعني اخر سنه بفلسطين صار في تطور كثير بالموضوع، في لسه مشكله شوي بيها يعني، عشان تحكي الناس مش كثير بتشجعوا ان يكونوا جزء من ستارت ابس، و unfortunately يعني احسن الناس بيطلعوا بيشتغلوا لسه بدهم يطلعوا يشتغلوا بالشركات الكبيره، بدهم مش يروحوا يبلشوا شركات صغيره،
شركات ناشئة لهذه، ف بس شوي شوي عم بتطور الاشي. بتخيل انه يعني بس يصير عندنا قصة نجاح واحدة زي ما صار بالأردن مثلا مع مكتوب، شفنا انه بعد الاكزيت تبع مكتوب صار كل حدا يعمل ستارت اب عمان، والايكو سيستم كبر بشكل مخيف. فبتخيل بس يصير عندنا سكسس ستوري واحد، قصة نجاح واحد، من الكل حسيت تبعي للموضوع، وراح نجذب جد ناس اكثر للايكو سيستم تبعنا يكبر اسرع. طيب خبرنا شو هي الأسباب اللي خلتكم تنجحوا، وشو بتعطي نصايح للستارت ابس بفلسطين؟ مثل اكثر شيء احنا ننجح لساتنا يعني باول الطريق، لساتنا ما وصلنا للنجاح اللي بدنا اياه، بس من اهم الاشياء هو الفريق يعني اللي بيشتغل على الستارت اب، انه يكون في واحد ويكون في ديسيجن ميكينج سريع وديناميكس منيح. انا ما حكيت لك احنا غيرنا الفكره كثير خلال هاي السنه، فاذا كان عندنا التيم اذا كانت التيم داينامكس معقده كمان سمحت لنا ان نغير الفكره بسرعه ونتحرك بسرعه زي ما السوق بيتحرك. الاسباب الثانيه هي كمان يكون عندنا توعيه لاحتياجات الزبون. يعني في كثير ستارت ابس بيطلع بشوف افكار لذيذه بس مش كثير بتزيد ذا فاليو للزبون، يعني ذي دونت اوفر ماتش للزبون. فلازم انت واعي، احنا مثلا توعدنا الزبون شفنا مشاكل هي انه ناس مش عمالهم بيلاقوا كونتنت بالعربي عن الفنادق اونلاين، ممكن ثانيه انه الناس بحبوا يدفعوا اقل على الاوتيل تبعهم، فاحنا حلينا هدول المشكلتين، وطينا الاسعار عندنا اوطى من المنافسه، وكتبنا كونتنت بالعربي عن الفنادق. فلان واحد يحب المشكلة بالشكل اللي هو يأدي تاريخ الأسبوع. وشو بالنسبة للنصائح؟ شو بتقدم نصائح للستارت ابس أو الشركات الناشئة بفلسطين؟ شركات ناشئة في فلسطين، أول شوف كثير شركات ناشئة للأسف الفيجن تبعهم محدود، يعني بيكونوا الاكسبكتيشنز تاعونا مش كثير عالية للشركة، فبتخيل انه لازم يطلعوا بعيد، يعني لازم الانتربرنور يطلع لمدة سنتين ثلاثة لقدام 4 سنين لقدام، وين هو بده ياخذ هاي الشركة، وما يكونش حاصر حاله بفلسطين او بالعالم العربي مرة، يعني ممكن يعمل شيء اللي هو ينافس على مستوى عالمي فيه. فهي احد النصائح، انه الواحد بد انه يطلع لبعيد ويعني يحلم شوي فكرته. فارس زاهر من يام سافر، شكرا لوقتك وللمقابلة اللي أعطيتنا إياها. عفوا، شكرا لك.